السلام عليكم بنات الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله البنات من الطلب ديال بزاف ديال السيدات غنبارطاجي معكم لاريفاج جديد ديال الله دخل في لي لونيت. عندنا واحد لا كوليكسيون متنوعه ما شاء الله. لي لونيت البنات اليوم اللي غنضمن لكم هو بيان سور لا كاليتي، من بعد لا كاليتي اللي دابا ولفوها الحمد لله البنات وفاهمينها ديال محل شي اسيا. لا كوليكسيون البنات اللي غنبارطاجي معكم هما لي لونيت اللي فيهم جوج ديال المميزات كتقلبوا عليهم بزاف كتسولوا عليهم بزاف، لا البنات اللي كيجيو للمحل ولا البنات اللي ياخذوا لي كوموند ديالهم اللي بعاد علينا. جوج ديال لي كاليتي، اول وحده هو ان لا لونيت اللي غتاخذوا اليوم غتاخذوها الحجم الصغير، يعني اللي كيقلبوا على داك لا فورم صغيره اللي كتناسب تقريبا جميع لي فورم ديال الوجوه كيف ما كانوا كتناسبهم، يعني كيف ما كان الشكل ديال الوجه سواء وجه مدور سواء وجه كيف ما كان كتجي مع هاد لي لونيت هادو. ثاني حاجه هما انهم يمكن لك انك تستغليها ودي عند لوبتيسيان وتبدلي ليها الزاج وديري الزاج ديال كوريكسيون. البنات كيقلبوا على لي لونيت اللي يمكن ليهم انهم يبدلوهم يحيدوا ليهم داك الزاج ديالهم ويعوضوهم بزاج يعني يكون طبي ديال لا كوريكسيون ديال لافيو ديال الشوف، يعني قادو هكا الشوف اولا سينو البنات اللي بغاوهم هكا ياخذوهم ويتمتعوا بهم كيف ما هما، راه بيان سور لكم الاختيار. غير كنبغي نوضح هاد لي زوبسيون اللي كيسولوا عليهم السيدات بزاف. ونبداو على بركه الله، ما نطولش عليكم البنات في المقدمه، حيت متاكده السيدات كيتسناو يشوفوا لي زارتيكل لي انتريسي بيان سور بلا لونيت. راه غندوز لكم ان شاء الله في هاد لا فيديو حتى لاريفاج الجديد والزويون اللي دخل في السبرديلات، شي حاجه فن ما شاء الله غدوز الثمن زوين. وكاين حتى السكان بطبيعه الحال، غير باش نكون نوضح لكم كلشي في البدايه ونوريكم هكا موديل بموديل. اول مارك باش نحاول انني ندوز دغيا هي هذه لا مارك برادا، دخل فيها الجديد في لي لونيت كلهم ما شاء الله دي لونيت فنين، ولا كيف ما قلت لكم فيهم هاد الامتيازات اللي ذكرت لكم في الاول ديال لا فيديو. باكاجين كومبلي كيف ما شفتوا معايا سيرتيفيكاسيون وكلشي الحمد لله. بالنسبه لو موديل كيجي هكا فوالا، اول موديل كابتور ديكرون البنات فيهم الحمد لله القطع، يعني كاين عندنا في ستوك في المحل مي تبارك الله كيساليو دغيا هاد لي موديل هادو، انا عارفهم كيساليو دغيا حيت ما شاء الله كاين عليهم الاقبال. لا مارك برادا كتالق في هاد الموديل هذا. بالنسبه لبنات الزاج علاش قلت لكم يمكن لكم تبدلوهم، البنات اللي كيبغيو يبدلو ويديروا بلاصتهم لا كوريكسيون، هنا ما كاين لا بينيس لا والو، تيجيو سامبل من هنايا ويمكن لك انك ان فاسيلمون انهم يتحيدوا وتستغليهم. سينو بغيتي تخليهم بيان سور تستغليهم، راهم كيجيو مريحين بزاف في العين، انيقين بزاف لو كونفور. عندنا البنات هذا الموديل اللي فيه النوار وفيه الدوري، جوج ديال اللوينات، كاين سوا هذا اللي الزاج ديالو كيجي بحال قلت واحد ديكغادي اون روز نيود بارد، سوا هادو اللي كيجي الزاج ديالهم اون مارون، حتى هما نفس التفاصيل وحتى هما اون دوغي، ولكن الزاج البنات مبدل. ركزوا معايا باش البنات اللي كيبغيو يديروا لا كابتور ديكرون اللي بعاد خصوصا يبان ليهم الموديل، هذا فيه الغوز نيوت وهذا فيه المارون من الداخل، دونك زويونين انيقين فنين. وكابتور ديكرون اللي بغات الموديل 850 درهم بالبواطه ديالهم، لا كاليتي الاولى دائما، واللي عجبها الموديل كابتور ديكرون. هادو اللوينات الاولين اللي كاينين فيهم. ثاني ثالث اللون عفوا هو هذا الازرق البنات البلو مارين، شوفوا لي البلو مارين من هنايا كيفاش داير، وهكا الموديل كيفاش داير فن تبارك الله. 150 درهم البنات، وكابتور ديكرون اللي عجبها الموديل تبارك الله موديلات غايه في الاناقه ما شاء الله في محل شي اسيا، 150 درهم فقط. دابا البنات غنبدل لكم هاد لا كولور هادي الخضيدر اولا الاخضر ملكي، رائع جدا شوفوا لي كيفاش دايره، اخضر خطير والزاج ديالو كيفاش جا، شوفوا لي البنات فن 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 ما شاء الله زويون. والثمن 150 درهم تبارك الله، انيقين كاليتي فنه وبالبواطه ديالهم. دابا البنات غندوز لكم لا مارك لاكوست، دخلوا فيها لي لونيت لاول مره في محل شي اسيا. هادو البنات ما شاء الله كيفاش كيجيو ملبوسين صراحه واعرين بزاف، شوفوا ليا النوار وهنا الطبعه ديال لا مارك فين كاينه اون غري من هنايا، وبيان سور الزاج ديالو الطبعه ديال لا مارك هي البنات لاكوست، شفتوا كيجيو بالبواطه ديالهم وكيجي هكا لا فورم من هنايا تبارك الله انيقه بزاف. 150 درهم. كاينين هادو لي نوار في النوار كلشي نوار، كاين البنات هادو اللي كيجيو هكا اللي كيجيو فيهم النوار وكيجي فيهم الدوري من هنايا، شفتوا البنات فيهم اون نوار اون دوري بيان سور من هنايا مطبوعين فنين تبارك الله. 150 درهم.
كاينين هادو اللي كيجيو فيهم لارجونتي، شوفوا لي البنات اون غري، هادو فيهم الكري ولارجونتي من جنيب تبارك الله فنين، 150 درهم البنات. شفتوا شوفوا لي لي ديتاي ديالهم كيفاش دايرين. وكاينين اخر لون البنات هو الازرق او البلو مارين، شوفوا لي البنات البلو مارين كيفاش كيجي حتى هو. شفتوا هنا قيوق من هنا ومطبوع بسميت لاما، وفيه من هنا هاد الدوره هكا، وفيه اللوغو ديال لاماك من هنايا، 150 درهم البنات. سينو دابا البنات غندوز لكم لاماك فالونتينو البنات اللي عجبها الموديل، الموديلات راه تبارك الله كنحطهم هنايا باش هكا نبارطاجيهم معاكم. فالونتينو البنات شوفوا ليا البنات اللي عجبها شي موديل كابتور ديكون، كنحاول انني نعطي كل موديل حقه بالنسبه للميزه البنات اللي تيبغيو هكا يديروا لا كابتور ديكون. شوفوا ليا لو موديل لا فورم ديالهم كيفاش دايره، لا كوب من هنا جا فيهم هاد هاد الرشيمه هادي، ومن هنا الطبيعه ديال لا مارك، مريحين بزاف العين و 850 درهم. كاينين هادو هاد اللون وهاد اللون، بالنسبه للون كيختلف البنات في الزاج، هذا الزاج ديالو جا بارد اللون بحال بحال ديغرادي، وهذا اللون ديالو فونسي كثر، يعني هذا البنات اللي لبستو ما غتبانش كيفاش كيبانش في العين واش كتشوفوا ولا لا، دونك هذا كيدرقوا كثر، هذا نوار وهذا بالديغرادي اللي عجبها شي لون كابتور ديكرون. وفوالا 150 درهم البنات. واخر موديل معنا البنات هي هاد لا مارك هادي، هاد لا كوليكسيون جديده اللي دخلت في ليونات، موديل البنات بلا بواط طبيعه الحال، الباكاجينغ ديالو كومبليت ما طولش عليكم بزاف. وشوفوا لي البنات لو موديل كيفاش كيجي هانتوما، فيه السنيه ديال لا مارك من هنايا بالدوغي، وهانتوما البنات لي ديتاي ديالو كيفاش كيجي. شفتوا كابتور ديكرون 850 درهم، كاين هاد لا كولور هادي لي اوندوغي من هنايا، وكاين البنات هاد لا كولور لي فيها فيها من هنايا فيها لو غري اي لارجونتي. هانتوما البنات شوفوا الفرق في اللون، هادي هذا اون غري وهادي اون دوغي فنين، وهنايا بالديغرادي دوغي او لا ارجونتي بالبواطه ديالهم، و 850 درهم فقط. وبصحتكم وراحتكم، كانت هذه هي لا كوليكسيون جديده اللي دخلت في ليونات. ودائما البنات في الصوت دابا غندوز لكم واحد بزاف ما تغيدوزو اون برومو البنات اللي عجبهم لي موديل كابتور ديكرون. اول موديل البنات هو هذا موديل ديال هاد لا مارك هادي، كيجي لا كوب ديالو على هاد الشكل هذا، فيه الدوغي من هنا، الثمن ديالو البنات 79 درهم، غيبقاو لكم اون ليكيداسيون 79 درهم. الموديل الاول هو هذا البنات كابتور ديكرون اللي بغات الموديل ديال هاد لا مارك هادي. ثاني موديل البنات ديال لا مارك كوتش 79 درهم، كتجي فيه هاد لا كوب من هنايا كيتحل على هاد الشكل هذا البنات، شفتوا لا كاليتي تبارك الله فنه، فيه من هنايا جويب ومن الداخل كاين فيه لي سيباراسيون من هنايا البلاصه ديال لا كارت، وعاد كاين فيه البنات واحد البورت كارت يعني كيجي مع كيجي مع البسطه، ممكن لكم تحيدوه وتستغلوه سيباري. دابا راه ولاو لي بورت كارت كيتباعوا سيباري، دابا كيتباعوا يعني في المحلات، كاين فيه حتى هو الجيوبه من هنايا وفيه البلاصه ديال لي كارت، وهذا راه يمكن لكم تستغلوه مع البسطه اولا تحيدوه، يعني كيف ما بغيتوا سواء تستغلوه سواء تحيدوه. الثمن ديالو 79 درهم فقط ليكيداسيون، بقات فيه قطعه واحده وهي هذه البنات، وبصحتكم وراحتكم. لاكوب ديالو كتجي على هذا الشكل هذا، بيان سور لاكسيسوار ديالو راه انوكسيدابل، وحتى هاد لي بينيس البنات ما تخافوا منهم ما والو، راهم ما كيطيروش، يعني لا فينيسيون ديالهم فنه تبارك الله، ولا كاليتي زوينه. كاينه واحد لا برومو حتى في البزيت مات اللي كيجيو بسنيسله، البنات اللي كيسولوا على هاد البزيت مات هكا اللي كيجيو هكا مجموعين بسنيسله، وكيجيو بلا سيباراسيون من الداخل، وبيان سور بلاصه ديال لاكارت ديالهم، الثمن 79 درهم فقط. واللي عجبتها شي حاجه كابتور ديكرون، بصحتكم وراحتكم. والسولد البنات لا مارك دافيد جونس، واحد الموديل البنات كيجي بحال شي كميميسه زويون ورطيب سوبل بزاف، في لا بوندولير ديالو كتجي اجوستابل سوبل زويون تبارك الله، وكيتحل هكا بسنيسله، وما شاء الله من الداخل البنات كيهز، فيه جوج تلوينات، في هذا الكاميل وفي هذا البوردو تبارك الله زويون. والثمن ديالو بروموسيون 220 درهم البنات، اللي بغات الموديل كابتور ديكرون في لا كاليتي الاولى في لا مارك دافيد جونس. ودائما البنات في السولد واحد السولد زويون في لي ساك اللي كيجيو بالبواطه، كيجيو هكا بالباكاجينغ ديالهم اون بلو جين، واحد واحد لا كوليكسيون ناس زويونه في هاد لي ساك هادو اللي كيجيو هكا، فيهم لا طاي صغيره ولا طاي كبيره، لي ساك البنات اون بلو جين فيهم صغير وكبير ديالو. بالنسبه للموديل كيجي نص دوغي ونص ارجونتي، موديل البنات راه معروف لوريجينال، فيه جويب من اللور، وفي الحله ديالو كيجي على هذا الشكل هذا سوفل، كيجي سوفل ومن الداخل شوفوا معايا كيفاش كيجي. بالنسبه لا بوندوليير
هانتوما بنات من هاد الزيت ديالو. لا بوندوليغ البنات كتجي نص دوري ونص ارجونتي كيفما كتشوفوا معايا، والثمن 350 درهم البنات. غيبقى لكم بروموسيون ديال لي ساك بروميير شوا ديال هاد لي موديل هادو، اللي عجبا شي موديل البنات كابتور ديكرون، فيه الصغيور وفيه الكبير ديالو. هانتوما بالنسبه للصغيور راه فيه هنايا بالدوغي، والكبير فيه هنا بالارجونتي. هذا الحجم الصغير وهذا الحجم الكبير. بالنسبه للثمن ديالو غيبقى لكم 350 درهم سولد. كاين فيه الكبير فيه جوج لي كولور، فيه الفونسي وفيه داك داك الكلير، داك البارد اللون البارد ديال اونجين بيان سور زوين تبارك الله. حتى هو فيه لا غارنيتور اون دوغي اون ارجونتي عفوا. شو الفرق بيناتهم بالبواطه ديالهم والثمن 350 درهم. والبنات اللي عجبهم الموديل كابتور ديكرون راه اون بروموسيون في هاد السيمانه ان شاء الله. ودائما البنات الخير في لا ليكيداسيون. شوفوا لي غير البواطه في واحد الموديل البنات كيفاش داير تبارك الله فنيون. هادي لابواط، هذا البنات نوريكم لو موديل ما شاء الله البنات. الموديل خطير تبارك الله فنيون، لاكوب ديالو فنيونه، الحجم ديالو غزال، وكيجي بلا بوندوليغ ديالو. غير الهزه ديالو البنات كيفاش كتجي سبيسيال، واحد لاكوب زويونه، موديل انيق بزاف. وهاد لاكوب البنات راه معروفه في هاد لي موديل هادو، ومن الداخل تبارك الله كيجي كيهز زويون، وكيجي هكا مطبوع، لا كاليتي ديالو فنه. والثمن ديالو غيبقى لكم 380 درهم اون برومو. اللي بغات لو موديل كابتور ديكرون بصحتكم وراحتكم البنات. الجديد شي حاجه ديال التفركيس والحجم الحلو في هاد لا مارك هادي، الفن تبارك الله. دابا البنات غندوز لكم واحد الموديل يلاه دخل المحل ديال لسبان نو مارك ديال هاد لا مارك هادي. كيف ما قلت لكم ديال لسبان اوريجينال، يعني كيف ما كيجي من الشركه الاصليه. الثمن ديالو بروموسيون ب 219 درهم. اللي بغاتو البنات كابتور ديكرون راه في بعض القطع في السوق. بالنسبه للموديل راه فيه لي سيباراسيون تبارك الله، وفيه ما شاء الله البنات جوج ديال سنيسلات كيف ما كنقولوا تبارك الله. فيه هاد الشوشه هادي من الجنيب هكا، وتبارك الله كيهاز. فيه واحد جوج ثلاثة هانتوما البنات، وفيه هنايا جيب، هذا حتى هو راه جيب، وعاد جيب من هنايا عملي بزاف، وكيجي مجموع بحال هكا انيق بزاف، وحتى الهزة ديالو انيقة ما شاء الله. فيه لابوندوليغ طويلة وكيتسد على هاد الشكل هذا البنات، يعني الحلة والسدة ديالو ساهلة جدا، وكيجي مجموع من الجنيبات، وفيه هاد الشوشة من هنايا، وفيه حتى لابوندوليغ اللي فيها هاد لاشينيت، ومن هنايا سميطة من الجهة ديال الكتف، وفيه اللوينات. هاد اللوين هذا بالدوغي فيه نفس اللون. بالنسبه للثمن ديالو 219 درهم. والبنات اللي عجبها الموديل كدير لي كابتور ديكرون، كاين هاد اللوين هذا اللي فيه الدوغي، كاين البنات هاد اللوين هذا اللي فيه من هنايا لارجونتي. شو نفس التفاصيل دائما 219 درهم. كاين هاد اللوين هذا اللي فيه داك لو موف بارد، شوفوا كيفاش كيجي، شوفوا هانتوما البنات موف بارد تبارك الله فنيون. في هاد الخضيدر هذا الاخضر رائع جدا ديال 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 هاد الصيف ان شاء الله، غزال تبارك الله، كيبان هكا مبهج زويون تبارك الله فنيون، كيبان سبيسيال ومخدوم بواحد الدرجه تبارك الله زويونه. وبيان سور فيه لو نوار، عاشقات الاسود، فيه لو نوار تبارك الله زوين حتى هو. ثمن 219 درهم فقط. اللي بغات لو موديل كابتور ديكرون، وفيه تبارك الله خمسه ديال اللوينات. وبصحتكم وراحتكم البنات. وبالنسبه لبنات الخير اللي كيسولوا على هذا الموديل هذا المتالق والجميل، الموديل اللي كيجي واعر بزاف، وكيجيك مع كاع اللبسات تبارك الله، وكيجي فني. وانا البنات اللي كاين في المحل حتى لاسبا ديالو اللي كتسولوا عليها بزاف راه كاينه في المحل، زويونه راه بقاو فيها بعض القطع. موديل البنات كتسولوا عليه بزاف بزاف بزاف، كيجي عملي في الهزه ديالو. الثمن ديالو 380 درهم. وشوفوا ليا من الداخل تبارك الله، وفيه حتى لا بوندوليغ ديالو كيجي انيق بزاف 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 البنات، والثمن ديالو 380 درهم فقط. وبالنسبه للبنات الخير اللي كيسولوا على هاد السبرديله هادي الامكا الكومبونسي، الفن ديال الفن البنات، فيها لي بوانتيغ مسوده ديال 41، الثمن ديالها 399 درهم فقط. اللي كتجي خفيفه ومقبوطه على الرجيله وميديكال ما شاء الله. جبتها لكم مع السويك ديالها الرائع جدا، اللي كيجي مجموع بتنيستا وبلا بوندوليغ ديالو. الثمن ديال الساك 380 درهم، والثمن ديال ليسبا 399 درهم فقط. ما كنبغيش نطول عليكم البنات لا فيديو بزاف، ولكن تبارك الله شحال ديال لي زارتيكل كاينين يستحقوا انني نوقف عليهم ونبارطاجيهم معكم والبنات اللي كيبغيو. ودابا بنات الخير لا فيديو غنختمها لكم بواحد لا كوليكسيون ديال غنوريكم بزيت مات، وغنوريكم الجديد في لي زيسبا
السبر ديال سالف ناس ديال هاد لامارك هادي غيبقى لكم بواحد الثمن اكثر من رائع. فيهم لي بوانتور من 36 ل 41 كيجيو بلونبالاج ديالهم على هاد الشكل هذا يعني بالبواطه ديالهم. كتجي فيهم لا سيرتيفيكاسيون وكتجي فيهم لا اوف. هادو هما التفاصيل ديالهم البنات. بالنسبه للسيدات اللي كيسولون على لي ديتاي شو البنات سيرتيفيكاسيون فوالا لا اوس والباكاجين كومبلي. دابا غنوريكم لو ديزاين ديال لي موديل اللي جاو. اول حاجه بعدا البنات قبل ما نوريكم الموديل غنوريكم حتى بزيتمات ديال 99 درهم اللي كيجيو بالبواطه ديالهم حتى هما كباك زويون اسبا وبزيتين. السيدات اللي كيبغيو هكا يديروا دي باك في نفس لا مارك ولكن ماشي مع لي ساك يعني كيجيهم هكا كيبغيو يبدلوا يعني مثلا ساك اخر ولكن علاش لا ديري بزطام في نفس لا مارك ديال السبرديله كتبان هكا زويونه وما كتبانش يعني كيف ما كنقولوا ما كتبانش شعشعه كتبان زويونه انيقه وهادئه زوينه خصوصا الا كان شي موديل راقي في السبرديله بحال هذا الموديل اللي دخل جديد. شوفوا ليا لو ديزاين والشكل والتفاصيل ديالو الراقيين كيفاش دايرين. موديل البنات كنت ديجا بارطاجيت معكم لو بلون ديالو ها هو 299 درهم. البشره الساره هو ان حتى النواغ ديالو غيبقى لكم 299 درهم حتى هو بروموسيون وسولد في محل شي اسيه ان شاء الله غتستافدوا منه. ثمن 299 درهم. فيهم لي بوانتيغ من 36 ل 41 وكيجيو بالباكاجينغ ديالهم بالبواطه بكلشي لا كاليتي الاولى وسولد ما شاء الله البنات شي حاجه جديده وخياليه تبارك الله انيقه كونفورتابل مريحه زويونه وتال يعني التشكيل ديالهم انيق بزاف. لو بلون بصحتكم راح تكونوا تستافدوا من نورها باقي ديسپونيبل الحمد لله 299 درهم بوانتيغ 35 ل 41 ولو نوار جا جديد حتى هو 299 درهم عوض 380 درهم ب 299 درهم فقط في محل شي اسيا فقط لا كاليتي الاولى لي بوانتيغ 35 ل 41 هادو فعلا هميزه استافدوا منه. مثلا البنات كاينه هاد السبرديله هادي اللي بزاف ديال السيدات استافدوا منها ديال هاد لا مارك هادي اللي فيها لو روج من هنا الثمن ديالها 299 درهم ولكن مع الاسف فيها فقط 38 و 39 يعني فيها جوج ديال لي بوانتور فقط 38 39 يعني لي بوانتور الاخرين البنات ملي كانوا كان ثمن اكثر يعني البنات اللي فان سيري بهذا الثمن هذا. اليوم جبنا لكم يعني السيدات اللي كيبغيو هذا الثمن هذا في لاكاليتي الاولى جبنا لكم لا توندونس ولي بوانتور كاملين ب 299 درهم فقط يعني 38 39 36 37 40 هذا كلشي كاين ما شاء الله الخير والخمير ما شاء الله كاين 299 درهم كاملين لي بوانتور يعني استافدوا منهم قبل ما يساليو نتوما اللون ان شاء الله. كنتمنى اني كنت واضحه معكم في الشرح باش السيده اللي بغات شي موديل ان شاء الله تلقاه. بغيتي اون بلون اولا بغيتي اون نوار لا كاليتي الاولى. ها هو واحد السويت اون بلون حتى هو ديال لو كلاسيك راه كاين حدا الموديل هانتوما البنات غير جا حداه شفتوا واخا ماشي نفس لا مارك علاش لا هذا الموديل هذا اون نوار بالنسبه للثمن ديال هذا الساك 380 درهم البنات كاين سوا هذه ليسبا ديالو هذه 299 درهم مثلا كباك. بالنسبه للبنات اللي بغات هذه مثلا لا بوانتور كتلبس 41 وجاتها مثلا الاخرى اللي كدير مثلا 380 درهم اولا 450 درهم مثلا جاتها غاليه يمكن لك تاخذي علاش لا واخا ماشي نفس لا مارك مع هذا نوار اون نوار جا كوبل زويون واخا ماشي نفس لا مارك تبارك الله تقدري تاخذي ليسبا مع السويك ديالها وعلاش لا تاخذي بزيتين في نفس لا مارك ديال السبرديله وتبدلي هكا لو لوك وتبدلي هكا لي مارك. الثمن ديال البسطام 99 درهم فيه بزاف ديال لي زيتاي تبارك الله البنات راه كيعرفوا باش ما نطولش عليكم لا فيديو البنات نحاول انني ندوز لكم لي زارتيك اللي بقاو ان شاء الله 99 درهم تاخذيه فيه لي ديتاي داخل فيه اون نوار مثلا مع السبرديله ومع لو ساك تبارك الله واخا ماشي نفس لا مارك يعني السبرديله مع الساك ولكن غتاخذي شي حاجه هناويه ما شاء الله. سينون كتلبسي 8 ولا 9 تقدري تاخذي نفس لا مارك هكا 299 درهم هذا لو موديل هذا وهذه 380 درهم. بالنسبه للبنات لي زيسبا كيف ما قلت لكم استافدوا منهم حيت فريمون هميزات زوينين يلاه دخلوا المحل شي اسيه ان شاء الله تستافدوا منهم نتوما الاولين والثمن ديالهم 299 درهم فقط. كاينه البنات نفس الموديل ديال بزيتمات فيه هذا اللي داخل فيه الكامل شوفوا البنات بالبواطه ديالو 99 درهم. كاين هذا اللي اون بيج شوفوا البنات البنات اللي عجبها الموديل كابتور ديكون 99 درهم فقط في محل شي اسيه واللي داخل فيه لو روج اللون اللي كيجيب الرزق تبارك الله فنين 99 درهم فقط في محل شي اسيه وبصحتكم وراحتكم البنات. هذا هو الجديد وهذه هي السلعه الزوينه والرفيعه ولا كاليتي الاولى. دابا البنات قبل ما نسالي لا فيديو غندوز لكم واحد السميطات يلاه دخلوا ديال مارك بيغويغي بالبواطه وبلا اوس وبالسيرتيفيكاسيون جوج ديال يعني لي فاس مارون
اولا انواغ، والموتيف ديالها كيجي تري تري سامبل وزويون بهذا اللوغو ديال لا مارك. وشو بنا شوفوا ليا اللوغو كيفاش كيجي، سواء ديري على هاد لافاس لي ماغون، سواء تقلبيه وديري على هاد لافاس لي انواغ. جوج ديال لي فاصول الثمن 99 درهم فقط. كاين هذا في البيربيري، كاين الارميس في نفس اللون، البنات اللي كيعشقوا هاد لا مارك هادي اون ماغون اولا اون نواغ، تقلبي هاد الموتيف هذا والثمن 99 درهم. وكاين الامكا اللي حتى هي كتجي جوج ديال لي فاس الامكا، البنات في الباج بزاف البنات يسولون على هاد الامكا هادي اللي في الباج، تبارك الله كتجي مع بزاف ديال لي ساك في نفس لا مارك. هانتوما البنات شفتوا بزاف لي ساك ما شاء الله كاينين ديال نفس لا مارك، تجيكم هائله معاهم. شفتوا البنات بالنسبه لهذا البنات الثمن ديالو 380 درهم. انا كنحاول اني نقول لكم الاسمنه، وفيها حتى هي جوج لي فاس، ولا فاس لي نواغ تستغليها نواغ، مثلا اليوم ديري هاد لافاس وغدا تبدلي وديري هاد لافاس هادي بحال بدلتي كاريمون، بحال شريتي جوج ديال لي سانتوغ في وحده واستغليتيهم على جوج، سوا تلبسي هادي لي متروزا بلامبريمي بالبيج، سوا تستغلي هادي لي سامبل اون نواغ بحال ما لبساش كاع هاديك، يعني نهار لاخر بحال لبستي حاجه جديده، و 99 درهم، ولا اكسسوار انوكسيدابل، والبواطا، ولا اوس ولا كاليتي الاولى، وبصحتكم وراحتكم، ولكن حتى لو مارون ديالها، وفوالا البنات هادي نهايه ديال الفيديو، صراحه ما سخيتش بكم، كنتمنى ان الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، خليو لي تعليقاتكم اسفل التعليقات، ونتمنى ان شاء الله نكونوا كنا على حسن الظن ديالكم، نقول لكم الفيديو سالت هنا، نتلاقاو ان شاء الله في نهار جديد، وفيديو جديد، والله يمسيكم على خير، سلام البنات.